مرحبا بكم. انا كنائب معناها الان في وضعيه توضعت فيها سابقا في نفس الاشكال في مسقط راسي للقاده. على نفس الاشكال توضعت هو لميناء القاده، هو اقدم ميناء من اقدم الموانئ في البحر قبل المتوسط. معروف تابتوش من أصل الميناء، وكان أكبر ميناء، وعندنا أكبر تيران دو في الجمهورية التونسية، 12.5 متر أكبر تيران دو في الجمهورية التونسية، هذا بدون واحد. الميناء اللي تبناه في المهدية كان المفروض يتبناه في القرن. الله أنه الإشكال هذا موجود في مواني أخرى في الولاية، هذا اللي حبيت أقوله لكم. والإشكال التقني اللي موجود عندكم كي يحكي زي على الشلوق وعلى وسماوي وكذا، لأنه التقنية كان غلط، يعني بناءه غلط، أنه بناء القارصة صار غلط كيف البحارة تعرف، وأن الفلايك ما تنجمش تدخل وقت اللي يبدأ بمشلوق. هذا اللي حبيت نجده يا سيدي الكريم، أنه التجربة الكبيرة في هذا الموضوع هي عند البحارة، وكان ما سمعناش البحارة وما نسمعوش البحارة المشكل ما هوش باش تحل. وزارة الفلاحة ما هيش مستعدة باش تحل المشاكل هذه كلها. وقالت معناها تضمرت من المشكلة حتى تو موجود. قاعد تجاوب في زميت. اللي كان تكلم في زميت كنت تجاوب على الجوكة. معناها غلط أنا؟ لا لا. زميلك ماش فاهم الموضوع انت ما تجاوبش. انا الخطر حكيت، الخطر عايش الموضوع هذا اكثر من 30 سنه، عايش الموضوع هذا اكثر من 30 سنه. واللي قاعد يصير الان ممكن في صياده مو في بقارته، انه كما قال الشهر نتاع الشهر الاحوار، احنا عاملينكم راهو ميناء، وعاملين كيفنا احنا ميناء، انه كل عام يجيو يصرفوا عليه 300 مليون. يهزوا التراب من يحطوه غير غادي، ويعبي يغيبوا عنه ويجيو يهزوا التراب من يحطوه غادي باش يخدموا الشركات نتاعهم. هذا نعرفوها الحكايه راهي. هذه عمليه فساد وقلناها وصحنا وقلناها حتى في المجالس الرسميه، عمليه فساد. بدات في العهد البائد ومتواصله حتى الان. وهذاك علاش نحب نقول للمجتمع المدني، راهو الحكومه والحكومات ما هيش مش تغير. أنا مش يغير لا ائتلاف حاكم ولا حد شيء. اللي يغير هو المجتمع المدني. والمجتمع المدني هو الوحيد في العالم الكل. الوحيد في العالم الكل. هو اللي يغير السياسات. هو اللي يغير السياسات في البلدان بتاعها. والمجتمع المدني هو البريسيون اللي تعمل على الحكومات مش تنجم تغير وتغير في الصلاح وتغير في البيت. وانا احب على انسانكم بكل صدق، لانه عايش الموضوع هذا في بلادي، وتصور انه هو معناها تقريبا عايش في نفس الاشكال يعني. ومتجدوا منه كان المسانده مع التفكير انه راهم مش يقولوا لكم. وهكذا يصير. كلكم احنا عندنا خارطه مينائيه وبحريه نتاع وطنية وجهوية، نجيو نشوفوا الخارطة، كلكم انتوما لكم مستير. أكبر كونسنتراسيون تاع موانئ صيد في العالم. في العالم. على 10 كيلومتر عندكم خمسة أبراج، خمسة أبراج كبيرة، وعلى 10 كيلومتر عندكم أكبر برج موجود في الجمهورية التونسية. و معني كلكم هذا إحنا كدولة. ما نجموش يعني احنا نحكيو على خارطه ما نحكيوش على خصوصيات. الخارطه تقول لنا ما نجموش نكونوا لهنا نزيدوا نحطوا مليارات في صياده، وانا عندي في وبعيد عليكم كيلومتر عندي كذا. هذا مش نقول لكم راهو نعرفوا الحكايه وقالوا لنا. ومرفوضه. ولذا انا شخصيا عندكم المسانده السياسيه، طبعا الماليه ما عنديش مسانده سياسيه،
الكلية لكم، وربي يوفقكم ويعطيكم الوقت إن شاء الله.